قلت البيت أولى، صح؟ موظف أنت ها؟ وعرفت منين إني موظف؟ يا راجل بص على الغلب اللي على وشك، نفس الغلب اللي على وشي بالظبط، بس أنا زيادة شوية. عمك إحسان عبد القدوس قال لك حاجة مهمة أوي، أصحاب المرض الواحد بيعرفوا بعض على طول. أهلاً بيك، أهلاً بيك في جمعية، أنت مش لوحدك. أخوك موظف برضه. ولا مؤاخذة يعني إيه؟ انت موظف فين؟ لا بلاش تسأل عشان هتضحك يا عم. من غير لف ودوران انت بتشتغل ايه؟ موظف في مطبعة الفلوس. شو قلت لك؟ تزعلش مني يعني، شغلانتك دي تحنيس بس. يا عمي الحمد لله ان فيها تحنيس. بمناسبة التحنيس فكرتني بقى بعمنا محمود شلبي، قال لك ايه؟ بقى لك حاجة مهمة جدا، اذا كنت من المتحنسين في الارض فعليك بالاستمتاع بالتحنس. لا مؤاخذة في السؤال يعني، عشان انا قاري كتير يعني، بس اول مره اسمع عن محمود شلبي. مين محمود شلبي ده؟ انا. والله انت فايق ورايق ودماغك رايقه كمان. انا عيسى الغانم. عاشت الاسامي يا عم عيسى. الله يخليك عم محمود. واللي في دراعك ده من ايه؟ من قله اصل الدنيا، كانها مستخسره فينا الصبر اللي هيدخلنا الجنه. الواحد خلاص قرب يطق يطرشم. استغفر الله العظيم. مش مستاهله دم برضه يا عم عيسى. بالنسبه لقله اصل الدنيا، لو كل ده عايش فيها ولسه ما فهمتهاش يبقى العيب فيك انت مش فيها. ربنا يجعلك من اللي فهموها صح. امين يا رب. وانت بتعمل ايه هنا في الصعيد؟ انا باجي الصعيد اشتري جلاليب قديمه وابيعها في القاهره. بشتري الواحده ب 40 جنيه، ابيعها في القاهره ب 50 60. شفت انا جشع قد ايه؟ روح يا عم، الله يرزقك ويوسع عليك ويعينك. ويرزقك انت كمان. طب طلب اخير يا عم عيسى. طول. مش هتكسفني، انا ضيف في بلدكم. على دماغي. النبي قبل الهديه. عليه الصلاه والسلام. دي هديه مني ليك، عشان ما ينفعش تخش لاهل بيتك بالمنظر ده. الله يكرمك ويستر عرضك يا استاذ محمود. بس ده كتير يعني. ولا حاجه. ربنا يكرمك. كتر خيرك. توصل بالسلام. الله يسلمك. راح فين بس؟ دي ب 35 جنيه. 35 ايه؟ صدقت ولا ايه؟ ربنا يستر عرضك يا استاذ محمود. دين ده وعلى القاهر. اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته.